للدرس مولانا هنا وتطلع مولانا المسكين الأستاذة تنسب إلى كما تشاء أخوه. وإن كان أقولها صريحة بيني وبين الله لمن لم يتأكد مما أنا أقوله، أحرم شرعا وأقف أمامه يوم القيامة إذا قال الشيخ لا هذا ما أقول. ليش؟ لأنه أنا دا أشوف يجي إلى الدرس بيني وبين الله، أي معدات الدرس ما موجودة، يحضر يوم ما يحضر يوم، يحضر أسبوع ما يحضر أسبوع، يحضر كذا، يكتب ما يكتب، خذ بطبيعة الحال، وبكرة يريد ينسب إلي كذا وكذا. خصوصا أنا دا أطرح أفكار خطيرة هنا، بكرة يطلع يقول بابا كما الآن يجوني من 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 سوريا، يجوني من العراق، يجوني من السعودية، خبروني قالوا سيدي يقول خمس مواجب. الطلب اللي حاضرين عندي وملازمين الدرس يعلمون أنه أنا شنو قلت وشنو ما قلت. السبب شنو هو؟ السبب شو يصير؟ السبب أنه بيني وبين الله لا أقل. قول هالمقدار اللي أنا حضرته هالشكل فهمت منه، لا تقول هيك يقول. وهذا الذي اشترطوه. ولذا تجدون أن صحابة أصحاب النبي عندما كانوا لا يعلمون اللفظ كانوا يقولون قاله ونحوه. هذا ونحوه للإشارة شنو؟ إلى أنه هذا مو اللفظ، هذا الذي فهمناه. أنتوا الآن ارجعوا إلى المحققين، إلى المدققين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تجد بأنه يقول هنا قال جملة ونسيت ما قال، أو الآن ما أتذكر ما قال. هسه بعضها لعله عمدان يخاف، وبعضها شنو؟ لا واقعا ما متذكر، ما يتذكر اللفظ. في صفحة 190 الرواية خطيرة جدا عن داود بن سرحان قال سمعت أبا عبد الله يقول، رقم الرواية 287، إني لو أحدث الرجل بالحديث وأنهاه عن الجدال والمراء في دين الله وأنهاه عن القياس فيخرج من عندي. أنا أقول لا تجلس وتتكلم، فيخرج من عندي فيتأول حديثي على غير تأويله. يفسره بالنحو الذي جنو، ها يروح يدخل في جدال وقياس. أنا قايل لا تدخل لا تتكلمون، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ ها يقبل أمري أو لا يقبل؟ مع الأسف الشديد هذا الذي أنا قلت بأنه عموم أصحابهم لم يكن في وجدانهم أنهم يعتقدون بعصمة أهل البيت، وإلا لو كان هؤلاء يعتقدون أن هؤلاء معصومين فطاعتهم على حد طاعة رسول الله كان يتأولون ويخالفون أو لا يفعلون. أنت بينك وبين الله، الآن مرجعك إذا يقول لك فريشي أنت ما تخالفه، فكيف إمامك شنو؟ الإمام المعصوم يقول لك أنا أقول كذا، أقول له سمعا وطاعة. لماذا كان يفعلون ذلك؟ لأنه ما كانت الرؤية موجودة في مقام الإثبات وفي مقام التصور الشيعة أن هؤلاء ماذا؟ معصومون. على أي الأحوال قال فيخرج من عندي فيتأول حديثي على غير تأويله، إني أمرت قوما أن يتكلموا ونهيت قوما، فكل تأول لنفسه يريد المعصية لله ولرسوله، فلو سمعوا وأطاعوا لأودعتهم ما أودع أبي أصحابه. إن أصحاب أبي كانوا زينا أحياء وأمواتا، أعني زرارة، محمد بن مسلم، ليث المرادي، بريد هؤلاء القوامون. الإمام سلام الله عليه يا ليت أن هؤلاء مثل ماذا؟ عموم أصحابي مثل هؤلاء أصحاب. جيد. بعد عزاي الطائفة هاي المتأولون، الطائفة الثانية الغلاة، وما أدراك الطامة الكبرى في من عزاي؟ في الغلاة. وما أدراك ما الغلاة؟ مو فقط في زمانهم، شنو في زماننا ماكو غلاة. لا، أفضل دراسة، ولكن مع الأسف الشديد الإخوة لا يطالعون الفارسي، أفضل دراسة في هذا المجال أعزائي هذا الكتاب غاليان وشيفهاي برخرد إمامان معصومان بائشان دكتور يد الله.